تنظم هيئة الملتقى الإعلامي العربي معرضا للمبادرات الشبابية التطوعية، وذلك على هامش فعاليات جائزة مبادرات الشباب التطوعية والإنسانية برعاية وحضور معالي الشيخ سلمان لحمود الصباح وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب. هذه المبادرات الشبابية تمنح المتطوعين من جميع أنحاء العالم فرصة اللقاء وتبادل الأفكار والاطلاع على اتجاهات التطوع المختلفة، ويفتح آفاقا جديدة للمتطوعين أنفسهم ولتجاربهم الجديدة. أكثر من 50 مبادرة تطوعية من داخل الكويت وخارجها من مختلف المجالات والتخصصات تفتح آفاقا جديدة للشباب العربي المبادر بتنظيم هيئة الملتقى الإعلامي العربي ضمن فعاليات جائزة مبادرات الشباب التطوعية والإنسانية. الأخوات والأخوة، وكم هي سعادتي قامر اليوم أن أجد قرابة 125 فريقا تطوعيا شبابيا من كافة أنحاء العالم العربي يتنافسون على الجوائز الأولى لهذه المبادرة التي تؤكد القيم الأصيلة لديننا الإسلامي الحنيف بوسطية منهجه ومبادئه السمحاء في التكاتف والتآزر والمحبة والسلام ونبذ أفكار الغلو والتطرف والإرهاب. بروح الشباب نبنيها شعار الملتقى للمجموعات التطوعية، والذي يؤكد أن الشباب هم الروح الحقيقية للأمة وقلبها النابض من خلال مشاركتهم أحلامهم وتطلعاتهم وتشجيعهم، مما سيعود بالنفع على المجتمع ككل. أنا سعيد أن يكون في إقبال على حضور المعرض وعلى المشاركة وعلى التواجد وعلى دعم الشباب بأفكارهم المختلفة. الجائزة هي تهدف إلى أن احنا نحث الشباب على تناول الجانب الإيجابي بشكل أفضل، أن احنا نشغل أوقاتهم بشكل أحسن، أن احنا نبرز مبادراتهم التطوعية اللي قد يمكن لا يجدون مجالات أخرى لإبرازها، فإحنا نسعى لإبرازها بشكل أو بآخر. عندنا مثلا ورشة الورد للمرضى، نسوي الورد ونروح المرضى المستشفيات، يعني آخر عمل كان مستشفى الرازي. بعدين عندنا ورشة اسعد تسعد، كل اسبوع هو عمل اسبوعي يايم على السبت على حسب امكانيات البنات اللي بالفريق، نطلع الساعة 6 الصبح ونوزع ريوق على العمال. البداية كانت فكر بغيرك، واللي هي تهدف الى تجميع المبالغ من اصحاب الايادي البيضاء على اساس ترميم منازل الاسر المعسرة، وبعد ذلك انتقلنا الى فعالية بالعطان عمر اللي هي النسخة الاولى التي كانت في مسقط، وبعد ذلك بالعطان عمر النسخة الثانية كانت في صلالة، وكذلك وجود نسختين من فعالية او حملة من يدك صدقة، واللي هدفت الى جمع المبالغ وشراء الاجهزة الالكترونية والكهربائية. فعاليات جائزة مبادرات الشباب التطوعية والإنسانية تشمل جلسات حوارية متعددة لمناقشة القضايا التي تخص التطوع وفرق التطوعية الفائزة. عايشة المديني، تلفزيون دولة الكويت. إذن مشاهدينا، للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف سيد ناصر العرفج مدير العلاقات العامة والإعلام في وزارة الشباب رعاية العمل التطوعي الشبابي. سيد ناصر، حدثنا عن أهمية هذا العمل وكيف أصبح أيضا أولوية تترجم اهتمام سمو الأمير بالشباب من ناحية وبالعمل التطوعي من ناحية أخرى. تفضل. دام فضلك. أول شيء أمسي عليكم بالخير وأمسي على السادة المشاهدين. طبعا يوم أمس تم تكريم كوكبة من المبادرات التطوعية الشبابية من مختلف الدول العربية وأيضا من دولة الكويت الحبيبة. تميزوا الشباب للأمانة في أعمالهم الإبداعية حسب اللجنة الموجودة، وقيمت هذه المبادرات التطوعية وتم يعني تصويت على أفضل المبادرات وتكريمهم. هذا جانب. الجانب الثاني، اليوم وزارة الدولة لشؤون الشباب منذ تأسيسها حرصت على أن تكون متواجدة في العمل الإنساني، خاصة أن دولتنا هي دولة القائد العمل الإنساني صاحب سمو أمير البلاد، وهي سباقة في العمل الإنساني والعمل التطوعي من شبابنا، وهذا ما لمسناه إحنا أيضا من المبادرات اللي يتقدمون لنا كشباب في مبادرات غير ربحية، في مبادرات تعود بالمنفعة والتنمية على المجتمع الكويتي. اليوم تم دعم أكثر من 1700 مبادرة
للأمانة في مختلف المجالات، 80% منها تطوع، وتطوع شبابي مميز من أبناء دولتنا الحبيبة، يحرصون فيها على رسم البسمة ويحرصون فيها على رسم مستقبل دولتنا الحبيبة المشرق من خلال الأفكار الجديدة اللي تطرح من قبلهم بمشاركة متخصصين في 8 مجالات موجودة على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الدولة لشؤون الشباب. نعم سيد ناصر، أخبرني إلى أي مدى تعكس هذه المبادرات اهتمام دولة الكويت بالقضايا الإنسانية وأيضا التطوع، هل تعكسها بشكل كبير ملحوظ للمجتمع؟ طبعا اليوم احنا يعني خلينا نكون واضحين، اليوم وزارة الدولة لشؤون الشباب تأسست في عام 2013. منذ تأسيس وزارة الدولة لشؤون الشباب كنا نشوف مركز دولة الكويت على مستوى العالم مستواها حسب الإحصاءات الأخيرة في 2013 هو 110 على مستوى العالم في دعم ورعاية الشباب الكويتي. أوكي؟ نعم. لكن بعد إنشاء وزارة الشباب وبعد المبادرات المميزة ودعم دعم هذه الكوكبة الشبابية وأيضا تسليط الضوء على الشباب الكويتي من جميع مؤسسات الحكومية وأيضا مؤسسات المجتمع المدني وكذلك القطاع الخاص، وجدنا اليوم مرتبة الكويت إلى 56 على مستوى العالم في دعم الشباب وفي دعم الطاقات الشبابية. فاليوم أثر هذه المبادرات وأثر هذه النتاج اللي قاعد يقدمه الشاب الكويتي على أرض الواقع ملحوظ، على أرض الواقع ملموس، يعني انتقلنا مرتبة وايد كبيرة. نطمح في العامين القادمين إن شاء الله تمهيدا للكويت عاصمة الشباب في عام 2017 أن نوصل للمراتب الأولى بإذن الله تعالى في الرعاية الشبابية وفي الدعم الشبابي، وهم قادة المستقبل بإذن الله. مدير العلاقات العامة والإعلام في وزارة الشباب سيد ناصر العرفج، كل الشكر لك.